هذه الحلقة من الملفات الغامضة للبرية، طائرة من السلاح الجوي اصطدمت بشيء ما وهي تحلق في الهواء. إن المحققين يخالون أنه طائر على الأرجح. إن النتائج قاطعة ومؤكدة، إنه غزال 100%. كيف يمكن لغزال أن يطير على ارتفاع 450 متراً؟ حصل ذلك بعد فترة الأعياد مباشرة. إعصار ضرب الساحل الشرقي لأستراليا. لا تأخذوا معكم أمتعة، بل اذهبوا إلى مكان آمن بسرعة. عندما ظهرت بعد أشهر مئات السلاحف النافقة. قد تصدم عندما ترى كم يمكن أن يصبح الحيوان هزيلاً. إنهم يتساءلون إن كان طقس الأهوج هو السبب، ولكن كيف يصح ذلك؟ إن العمالقة القديمة تخضع لهجوم في أفريقيا، وكأن أحدهم قد وضع هذه الشجرة بآلة لقطع الأشجار. هناك حيوان واحد يمكن أن يصيب هذه الشجرة بأضرار. هيا نبحث عن إجابات على أغرب أسرار العالم ضمن الحلقة الجديدة من الملفات الغامضة للبرية. قارة أمريكا الشمالية على ارتفاع 20 مترا من سطح الأرض، طائرة من السلاح الجوي المحلقة على ارتفاع منخفض بسرعة 400 كيلومتر في الساعة تصطدم بطير. فقدت الطائرة قوة الدفع، إنها بمحاذاة الأرض وما من مجال للخطأ. على الطاقم أن يعيد تشغيلها خلال ثوان قليلة. إنهم عاجزون عن تشغيلها، سوف يصطدمون بالأرض. لقد تم قذف الطيارين إلى خارج الطائرة. في هذه الحالة تم إنقاذ الرجلين، ولكن عندما تصطدم الطائرة بالطيور فإن كوارث كهذه تحدث دائما. خلال العشرين سنة المنصرمة لقي أكثر من 200 شخص حتفهم في حوادث اصطدام طائرات بطيور. في الولايات المتحدة هناك أكثر من 7000 اصطدام هوائي تتعلق بالطيور كل عام، والأرقام إلى ارتفاع. عندما تقع حادثة كهذه يأخذ المحققون بقايا صغيرة لتحليلها في واشنطن في مختبر تحديد هوية الطيور في معهد سميثسونيان. يلجأ المحققون إلى اختبارات الطب الشرعي بما فيها فحص الحمض النووي لتحديد هوية الطير الذي اصطدم بالطائرة. لدينا عينات من الطيور ولدينا شرائح صغيرة وعينات حمض نووي لتحديد هذه البقايا، ولدينا حتى عينات من ريش الطيور. نحن نسمي هذه التحقيقات أحياناً تحقيقات الطير الصاعق. لقد انضمت فريدة دالين إلى المختبر في يناير 2008، وهي تريد أن تذهل هذا الفريق بمهاراتها المتعلقة بالتحقيق حول الحمض النووي. أريد أن أبرهن لكارلا رئيستي الجديدة أنني أستطيع القيام بوظيفتي. إن أول مهمة أوكلت لفريدة في المختبر هي التحقيق باصطدام غريب حصل مع طائرة خلال تحليقها على ارتفاع منخفض. لقد اصطدمت الطائرة من سلاح الجو الأمريكي من طراز T1A بشيء غريب على ارتفاع 450 مترا. إن هذه الحادثة ليست كارثية، فما من توقف فعلي بمحرك الطائرة وهي تطير بمساعدة الطيار الإلكتروني، ولكن يجب علينا أن نعرف ما كان الشيء المسؤول عن هذه الحادثة. الخطوة الأولى نحو تجنب الاصطدام بالطيور هو تحديد نوع الطيور. ما يجب على فريد القيام به هو اختبار دقيق لعينة الدم. ما تتوقعه عالمة الأحياء الجزيئية أن تجد وتحدد نوع الحمض النووي التابع لطير معين. إن النتائج قاطعة ومؤكدة، إنه غزال 100%. إن الاختبار لم يظهر حمضا نوويا لطير بل لغزال. يبدو أن فريدة يجتاحها القلق حول النتيجة المستحيلة التي حصلت عليها، فقامت بإعادة الاختبار على العينة الصغيرة. لقد قمت بالاختبار مجددا، قمت به 3 مرات بطريقة سرية لأنني لم أرغب أن ترى رئيستي الجديدة بأنني عاجزة عن القيام باستخراج جزيئي.
في هذه الحالة حطت الطائرة فوق فلوريدا، مما تسبب بضرر لجناحها. إن الطيارة قد حط بها بأمان، ولكن في المقابل إن تحليل فريدة في المختبر لا يسير بالسهولة نفسها. النتيجة تشير إلى غزال، ما زالت النتيجة نفسها. إن هذه الحالة ليست بطبيعية. إن الاصطدام بطيور هي من أسوأ المخاوف التي تواجه الطيارين. مانشستر، إنجلترا، 2007. إن طائرة الركاب هذه قد اصطدمت خلال عملية الإقلاع بطائرين من نوع الملك الحزين. انحرفت الطائرة عن مسارها، ولاحظ الطيار أن محركا من محركيه قد تعطل وأن الوضع دقيق جدا. إن مواجهة العطل الحاصل في الطائرة دفع الطيار إلى إطلاق نداء استغاثة، لأنه عليه أن يحط بالطائرة فورا. لأن الطائرة تعمل بمحرك واحد، توجب على الطيار أن يهبط بها مجددا على المدرج. إن بعض الطيارين ليسوا محظوظين لهذه الدرجة. هنا الطائرة كاكتوس 1539 اصطدمنا بطائر، فقدنا قوة الدفع في المحركين ونحن عائدون إلى لاغوارديا. لقد قال إنه فقد قوة الدفع في المحركين. سوف نكون في هاتسن. أعتقد أنه قال بأنه ذاهب إلى هاتسن. بعد إقلاعها بست دقائق حطت الرحلة 1549 في نهر هاتسون في قلب مانهاتن، ولم تصطدم الطائرة بطير واحد فحسب، بل بسرب كامل من الطيور، مما أدى إلى فقدان قوة الدفع في المحركين. لقد نجا كل الركاب 155 والطاقم بأعجوبة. إن مختبر تحديد هوية الطيور يتحرى بطريقة مباشرة عن الموضوع. حصلنا على ما يقارب 69 عينة من هذه الحادثة. نحن إجمالاً نحصل على عينة أو اثنتين. تبين أن هذه العصافير من نوع الوزة الكندية. إن الوزة الكندية هي من الطيور المائية الأكثر شيوعاً في أمريكا الشمالية. إنها ضخمة وتزن حوالي 10 كيلوغرامات، ويعتقد أن بإمكانها تخريب الطائرات أكثر من غير أنواع من الطيور. لقد حل فريق المختبر لغز طائرة نهر هاتسون، ويتم التحكم بأعداد الوزة الكندية في نيويورك من خلال اللجوء إلى عملية تصفية هذه الطيور. يواجه فريق المختبر اليوم تحقيقاً أصعب بكثير. إن عينة الدم التي يتم فحصها للطائرة العسكرية المصطدمة بطير مبدئياً ليست دماء الطير عليها، بل دماء غزال. هل هناك شيء ما أقوم به بطريقة خاطئة؟ لأن النتيجة الظاهرة أمامي هي لدم الغزال. نفد صبر كارلا. سألنا فريدة، ما هي نتيجة الاختبار الذي طلبنا منك القيام به منذ بعض الأيام؟ فأنت لم تعلمين بالمستجدات. فما كان مني إلا الاعتراف قائلة، إنها دماء غزال، وقد اختبرتها 3 مرات. فقلنا لها لا بأس، إن النتيجة صحيحة، لأننا نصادف دم غزال في بعض الأوقات، ونصادف دماء ثدييات كثيرة، وهي على مسار الطائرات، كالموظ وحمار الوحش، وكل أنواع الحيوانات. إن فرصة الاصطدام بالحيوانات على المدرج هي ضئيلة، ولكنها تحدث لأن الغزلان قادرة على أن تقفز على ارتفاع أكثر من ارتفاع السياج. خلال 20 سنة المنصرمة واجهنا حوالي 900 اصطدام مع الغزلان ذات الذيل الأبيض في الولايات المتحدة. يمكن للغزلان ذات الذيل الأبيض أن يصل وزنها إلى 100 كيلوغرام. إن اصطدام أحدها بالطائرة خلال الإقلاع لأمر موجع. عام 2001 اصطدمت طائرة النفاثة، وهي ملك لصاحب دالاس كاوبويز، بغزلين من الذيل الأبيض على المدرج. الطائرة تحطمت كليا في الحادثة واحترقت، وبلغت كلفة الأضرار أكثر من 9 ملايين دولار. لحسن الحظ الطيار ومعاونه تمكنا من النجاة. إن الطيار أندي زوكرمان يطير مع فريق خفر السواحل الأمريكي. إن الاصطدام بغزال هو أمر كارثي حقا، فهي حيوانات ضخمة، عليك أن تهبط بالطائرة وتتحقق من كل جزء فيها بشكل دقيق جدا. بشكل عام وفي حالات اصطدام الطائرة بالغزال هناك احتمال 90% أن تصاب الطائرة بضرر كبير. إن اصطدمت الطائرة بغزال على المدرج فإن الطيار سيلاحظ ذلك وسيتم استبعادها عن المدرج. كيف انتهى الأمر بحمض الغزال النووي على جانح الطائرة؟
قررت كارلا أن تعمق الأبحاث في هذه الحالة الغريبة. لقد تحدثنا مع الطيار عما جرى، وأكد لنا أنه بالفعل قد جرى ذلك على ارتفاع 450 متراً عن الأرض. لديك معلومات من نظام تحديد المواقع، لديك تحديد الارتفاع من الرادار، ولديك تحديد الارتفاع من البارومتر. سمع الاصطدام ورأى الفجوة في جناح الطائرة، وأن الأضرار المادية تبلغ تقريباً أكثر من 40,000 دولار. في البداية لم نعرف ما علينا فعله. لم يكن لديهم أي أدلة، وفجأة استنتج العلماء نتائج غير عقلانية بتاتا. الحادث هو ارتطام بغزال على ارتفاع 450 مترا، وكان ذلك بعد فترة الأعياد في أوائل يناير. فبدأنا نفكر في احتمال وجود غزلان تطير، وبدأنا نمزح ونقول الغزال هو لسانتا كلوز وهو عائد من جولته العالمية لتوزيع الهدايا، وقلنا إنه علينا أن نعرف حقيقة هذا الغزال الطائر. يجب أن نجد تفسيراً منطقياً لهذه القضية، فلنعمق الأبحاث. بحثت كارلا عن أدلة وعادت لتفحص الدليل الوحيد الذي لديهم، وهي بقعة دم كانت على الطائرة. لقد آل بنا المطاف إلى استعمال تحليلنا المنطقي على التحليل الذي كان متوفراً لنا بفضل التحليل الجزيئي، على الرغم من أننا كنا نعرف نتيجة اختبار الحمض النووي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً، لأننا نعرف أن الغزال لم يرتطم بطائرة على ارتفاع 450 متراً. هذه ليست قضية عادية، فلنحاول حل لغزها. عدنا إلى المجهر وأعدنا فحص العينة باحثين عن أشياء إضافية. وضعنا بعضها على شريحة صغيرة، وعندما نظرت إلى الشريحة تفاجأت فعلاً. حلت كارلا أول لغز من هذه القضية. وجدت خليطاً من دم الغزال ووبره وبعض آثار الريش. وأخيراً حصل الفريق على أدلة جديدة يستطيع أن يعمل عليها، بقايا واضحة لجزء من ريش طائر ما. للريش عمود فقري، وبه تلتصق أشواك صغيرة، وبها أشواك أصغر. ما نراه على الشاشة هو شويكة صغيرة من الريش، وهي بحجم الشعرة. إنها صغيرة، ولكنها الدليل الذي كانوا بحاجة إليه. ها نحن الآن نعرف أن هناك طائراً متورطاً في الحادثة، ولقد كنت أعرف أنني سأجد هذا الدليل. لقد انتقلت التحقيقات إلى مستوى جديد، وذلك لتحديد هوية الطير الذي تعود الريشة إليه. هناك آلاف عينات للطيور في المختبر، ويتم الإبقاء على كل المميزات التابعة لها في مكتبة خاصة. إنما ننظر إليه لتحديد هوية الطير هو الصباغ وطول الشويكات وخصائصها ومميزاتها، لأنها تختلف بين طير وآخر. هل هي من طائر الروبن؟ هل هي حمامة أم بطة؟ وبالتالي يمكننا أن نحصر البحث بمجموعة واحدة. إنهم يقارنون جزء الريشة بكل ما لديهم في المكتبة، ويدققون بكل التفاصيل، ويقارنون كل الأجناس. ما نعرفه حتى الآن هو وجود شويكات طويلة، وأن العمود الفقري مؤلف من عقد، ونعرف أن هناك كمية صباغ كبيرة. يبدو أن لديهم تطابقاً. هذا نوع من النسور. إن عظام النسور هي فارغة وتمتلئ بالهواء، وذلك يجعلها طيوراً قوية وخفيفة في الوقت عينه، ومثالية لتحلق عالياً. من المعروف عن النسور أنها تحلق فوق 3,000 متر بحثاً عن الطعام، ويقولون إن بعضها لا يعرف متى يجب أن يتوقف عن الطيران. عام 1973 تم شفط نسر روبل إلى محرك طائرة على ارتفاع 11,000 متر، وهو الرقم القياسي لتحليق طائر. لقد تحطم المحرك، ولكن الطائرة تحطت بأمان.
حتى إن المركبة الفضائية ديسكفري اصطدمت بنسر عام 2005، ولحسن الحظ أن الارتطام حدث على سرعة خفيفة وخلال الإقلاع. على الأرض إن النسور هي جامعة نفايات الطبيعة، وهي تقتات بشكل أساسي من اللحم الميت، بما في ذلك لحم الغزال. تكمن المرحلة التالية بمعرفة نوع النسر الذي اكتشفوه. كنا نعرف أننا في فصل الشتاء، وأن مكان الحادث هو فلوريدا، وتحديداً قرب بنساكولا. ومن هذه المعلومات قلصنا الاحتمال إلى نوعين. النسور التي تعيش في هذه المنطقة وفي هذا الفصل من السنة هو البغاث والنسر الأسود. لقد اقتربنا من الحل. عادت كارلا إلى مكتبة مختبر تحديد هويات الطيور، لأن هناك فرقاً واضحاً بين البغاث والنسر الأسود من ناحية الريش. إن البغاث يتمتع بصباغ قليل، مرقط كثيراً وخفيف. أما النسر الأسود فصباغه غامق كثيراً مع بعض الفراغات عند العقد. إن ذلك يطابق تماماً ما وجدناه هنا. فعرفنا أن الاصطدام حصل بنسر أسود. من هذه الريشة الصغيرة استطاعت كارلا أن تحدد المذنب، وهو نسر أسود. إن هذه الطيور متأقلمة تماماً مع تناول اللحوم الميتة، والتي قد تكون مريضة، لأن حامض معدتها قوي جداً، ويمكنه أن يفكك اللحم المريض بداء الكلب أو المصابة بالجمرة الخبيثة. تتمتع جيم ميلر بخبرة 7 أعوام من خلال العمل مع النسور السوداء. إن معدة هذه الصقور هي حمضية بامتياز. إن كان هناك جثة حيوان نفق بسبب داء الكلب، فإن أكلت من لحمه حيوانات أخرى ستصاب بالداء أيضاً وتنتشر العدوى سريعاً. ولكن إن تولى النسر الأمر وأزال أثر هذه الجثة من الطبيعة، فإن في ذلك منفعة. إن الفريق يملك الآن مشتبهين بهما من ساحة الجريمة، الغزال الأبيض الذيل والنسر الأسود. خلال 20 سنة المنصرمة اصطدم أكثر من 50 طيراً بالطائرات الأمريكية، وأكثر من ذلك إن النسور السوداء تأكل لحم الغزال. اطلعت جين ميلر على الدلائل وتحدثت عن التسلسل المنطقي للأحداث. لقد كان النسر على الأرجح يأكل من جيفة غزال ميت على الطريق. كان لحم الغزال لا يزال في حوصلة النسر، أي في الجزء الأول من المعدة، وبالتالي لم يكن قد هضم كلياً عندما اصطدم بالطائرة. وعلى الأرجح هذا هو السبب لإيجاد أثار الحمض النووي الخاص بالغزال. لقد كان النسر يأكل من جثة الغزال. إن لحم الغزال الذي لم يتم هضمه في معدة النسر هو الذي يفسر وجود الحمض النووي للغزال. ولكن الغريب في الأمر أن الحمض النووي الخاص بالنسر الأسود لم يتم العثور عليه. كارلا تعتقد أنها تعرف لماذا لم يتم العثور على حمض نووي للنسر الأسود في اصطدام الطائرة. عندما يتم الاصطدام بين الطائرة والنسر يصبح الأمر فوضوياً وبشعاً. على الأرجح اصطدم النسر بالطائرة وانفجر محتوى معدته، وما كان فيها تبعثر في كل المكان. لذا نعتقد بأن ما كان يأكله هذا النسر هو الذي شكل مجمل العينة التي كانت لدينا. لقد كان الحمض النووي الخاص بالغزال هو الطاغي في هذه العينة الصغيرة التي جمعناها، والتي عثر عليها على الطائرة. لقد حل الفريق القضية. لقد كان نسر أسود يأكل من جيفة غزال، أخذ معه قطعة من لحمها واصطدم بطائرة على ارتفاع 450 متراً. إن الاصطدام كان عنيفاً جداً، لدرجة أن النسر قد تم تقطيعه، وما تبقى على جناح الطائرة هو محتويات معدته، والتي تظهر بقايا وجبة النسر الأخيرة، لحم الغزال، عدا عن بقايا الريش الذي اكتشفته كارلا.
كان ذلك بمثابة مواجهة حقيقية بالنسبة لنا، ذلك أنه لا يكفي أن يكون لدينا التقنية الرائعة وهي تحليل الحمض النووي، بل علينا أن نستعين بتحليلنا المنطقي أيضاً، لأنه إن كانت النتائج غير منطقية علينا أن نعود إلى هناك ونفكر بالاحتمالات التي قد تكون واردة ونكشف ما حل بهذه الحادثة. وهكذا أقفلت القضية. أستراليا، الحيد المرجاني الكبير. إن هذه المنطقة هي أوسع منطقة مائية منظمة في العالم. أكثر من 6000 نوع من الحيوانات البحرية تأخذ من هذا المكان مسكنا لها. ولكن في صيف عام 2011 كادت المياه التي تهز مهد الحياة هذه أن تتحول إلى مياه اللحد. عج الساحل الشرقي لأستراليا بمئات السلاحف النافقة أو المنازعة. شيء ما أو أحد ما كان يستهدف هذه الكائنات المسالمة ويقتلها. هرعت حارسة المتنزه البحري جو بيترسون إلى المكان مباشرة. عندما ترى هذه الكمية من السلاحف الميتة على شاطئ البحر فإن من شأن ذلك أن يثير قلقك. هناك شيء ما يحصل هنا. إن السلاحف المجروحة أو النافقة تظهر دائما على الساحل. قد تكون اصطدمت بمركب عندما صعدت إلى السطح للتنفس، ولكن هذه الظاهرة مختلفة لأن هناك مجموعة كبيرة من السلاحف النافقة وهذا يفوق الأمر الطبيعي. يبدو أن جو توصلت إلى نموذج مخيف، إنما نشهده قد يكون هدراً للسلاحف. الصدمة تأتي من منظر الحيوان الذي يصبح هزيلاً إلى درجة لا تصدق عندما ترى كيف يصبح هزيلاً وتقدر الألم الذي شعر به. إن التقارير الأولية حول هذه الحادثة تأتي بشكل عام من تاونزفيل على بعد 70 كيلومتراً من الحيد المرجاني. إن السلاحف محمية هنا. عندما يزيد معدل وفياتها عن 500 سلحفاة متوفاة فذلك ينذر بأن شيئا خطيرا يحدث. إن دكتور إيان بيل متخصص في الحيوانات المهددة بالانقراض. إن هذه الأزمة تحصل أثناء مناوبته. إن رؤية هذه الأعداد من السلاحف التي تأتي إلى الشاطئ بهذه الكمية المخيفة هي مسألة تثير القلق. وبدأت التقارير تنتشر حول أن قاتل السلاحف الغامض يوسع شبكته. إنما يبدأ على أنه جرس إنذار إزاء وضع مقلق يصبح تهديداً حقيقياً عندما تصلك كل هذه المعلومات الأخرى. لقد شهدنا أكثر من 1000 سلحفاة في هذه الحالة هذه السنة، وذلك بمعدل 3 مرات أكثر مما نشهده على الشاطئ سنوياً. إن درجة الأزمة خطيرة للغاية، ولهذا السبب قامت الحكومة بوضع فريق عمل لمعرفة ما يحصل. من المهم أن نذهب ونعرف كل شيء قبل فوات الأوان. خلال الأعوام الخمسة التي عملت فيها هنا، لم يسبق للطبيبة البيطرية أليسون بي أن رأت هذا العدد الكبير من حوادث السلاحف. إننا نواجه أزمة حقيقية الآن، فعدد السلاحف الجانحة هائل. إن أليسون متوترة إزاء الضعف الكبير الذي يضرب السلاحف التي تراها في المختبر. في هذا المشهد كل شيء نود لو أننا لا نراه أبدا. يجب أن تكون منحنية هنا، ولكنها هزيلة جدا وغارقة تماما. هي تقوم بتشريح السلحفات النافقة باحثة عن هوية القاتل المجهول. يمكن للسلاحف البحرية أن تعيش 100 عام وهي تجوب المحيط لأكثر من 120 مليون سنة. قد تكون السلاحف شهدت على انقراض الديناصورات.
يمكن للسلاحف المائية أن تبقى لساعات تحت الماء، ولكن يجب عليها بين الفينة والأخرى أن تتوجه إلى سطح الماء لتتنفس. العديد منها يهاجر آلاف الكيلومترات، وتعيش ستة أنواع من أصل سبعة من السلاحف البحرية حوالي الحيد الريفي، ولكن السلاحف التي تجنح على شواطئ الساحل الشرقي هي من نوع واحد فقط. إن معظم السلاحف التي هي جزء من هذه الظاهرة هي من السلاحف الخضراء. إن السلاحف الخضراء مهددة بالانقراض، وتهديد ينهال عليها من كل حدب وصوب، ويتم اصطيادها بشكل كبير لطعم لحمها اللذيذ. يتعرض عدد كبير منها لجروح عديدة من قوارب تصطدم بها وتهرب، ولكن في هذه المنطقة بالذات إن القاتل الأول للسلاحف الخضراء هو البلهارسيا. إن البلهارسيا هي عبارة عن ديدان مفلطحة طفيلية، وهي تسبح بحرية تامة في المياه. إن دخلت في جسم العائل يتم نقل البلهارسيا في الدفق الدموي، ويسبب ذلك التهابات وجروحا، وتبدأ البلهارسيا بمحاربة أنسجة الجسم. يمكن للبلهارسيا أن تهاجم أي عضو من أعضاء السلحفات وأن تتسبب بضرر كبير في الأنسجة إن كانت في الرئة أو الأمعاء، وإن وصلت إلى الدماغ فهي تؤثر على التصرفات وتسبب بتلف الدماغ. يمكن للسلاحف المصابة بالبلهارسيا أن تبدو هزيلة جدا، وقد يكون ذلك هو الدليل الرئيسي في الموضوع. إن الطبيبة البيطرية تفحص أعضاء السلحفات باحثة عن أثر لهذا الطفيلي القاتل، وما هي إلا مسألة وقت قصير قبل أن تحصل على النتائج النهائية. إن كل سلحفات نقوم بتشريحها يبدو واضحاً وجلياً أن معظمها مصابة بالبلهارسيا. لقد وجدت أليسون الطفيلي القاتل داخل السلاحف، لكن البلهارسيا عادة لا يمكنها أن تكون وراء نفوق هذا العدد الكبير من السلاحف. هناك عامل آخر أيضاً. ما هو الشيء الذي يضعف السلاحف ليتيح للبلهارسيا القضاء عليها بهذا الشكل؟ تتساءل أليسون عن السبب الذي يجعل السلاحف هزيلة، وبالتالي يسمح للبلهارسيا بأن تهاجمها وتخطف أجسامها. ويعود الفريق إلى الإثبات الأساسي هنا، ألا وهو السلاحف النافقة والمنازعة وحالتها العامة. قد يكون السبب في ضعف السلاحف وجعلها معرضة للبلهارسيا هو سوء التغذية. إن السلاحف الخضراء الكبيرة هي فريدة من نوعها بين السلاحف البحرية، ذلك أنها تقطات من الأعشاب. إن المأكولات التي كانت تتناولها لآلاف السنين هي الأعشاب البحرية. إن الأعشاب البحرية تشبه الأعشاب العادية، وهي تستعمل ضوء الشمس لتصنع غذاءها الخاص. إنها تعيش في المياه المالحة، وهي أساسية للنظام الأيكولوجي البحري. إنها لا تشكل الغذاء للسلاحف فقط، بل هي الحاضنة لكل السلسلة الغذائية. فكما تعلمون، إن الأعشاب البحرية هي أساس مجموعة كاملة من الغذاء البحري. تعتبر أستراليا المنزل الرئيسي لأهم مروج للأعشاب البحرية في العالم، وهي تحتل مساحة واسعة جدا لدرجة أنه يمكن رؤيتها من الفضاء. غطسنا في حوالي 20 موقع غطس مرات عديدة ولم نجد حتى الآن أي عشب بحري. يبدو أن هذه المناطق هي من الرمل البحري البحت. لقد كانت الأعشاب البحرية بحالة ازدهار لملايين السنين، ولكن هناك متغيرات ما تسببت بقتلها. وبدأ الفريق بالبحث عن الأدلة، وباشروا بتحليل المياه التي كانت تنمو فيها الأعشاب البحرية. لقد اختبروا ملوحة المياه واكتشفوا ما لا يصدق. إن ما وجدناه من خلال قياس ملوحة المياه هي معدلات أقل من ضعف ما يجب أن تكون عليه. إن ذلك لا يصدق، ولكن هذا الجزء الساحلي من البحر المرجاني هو أقل ملوحة مما كان عليه. المياه أصبحت أكثر عذوبة، وهذا دليل غامض جداً.
لقد تأقلمت الأعشاب البحرية على النمو في مكان عال بدرجة ملوحته، وإن وضعناها في مياه عذبة فإن كل خلاياها ستتفكك لتتشرب المياه العذبة، وبذلك ستكافح لتتأقلم مع انخفاض نسبة الملوحة في المياه. إن الأعشاب البحرية تتبخر لأن مستوى الملوحة في البحيرات المالحة إجمالاً يتدنى. كيف يمكن لهذه الفسحة الكبيرة من المياه أن تتغير بشكل جذري بهذه الطريقة؟ لا تهتموا بتوضيب الأمتعة، بل اذهبوا سوياً إلى مكان آمن وبسرعة. هل يمكن لأحوال الطقس الهوجاء أن تؤثر على درجة ملوحة البحر؟ إن الساحل الشرقي في أستراليا معتاد على العواصف والفيضانات، ولكن في فبراير عام 2011 وصل إعصار يازي إلى المدينة. إن المناخ العنيف ونظامه هو بحجم إيطاليا. لقد كانت سرعة الرياح تقارب أحياناً 280 كيلومتراً في الساعة، وارتفاع الأمواج من العواصف كان بين 5 أو 6 أمتار في بعض الأحيان. يعتبر إعصار يارسي أكبر من إعصار كاترينا. حمل إعصار يارسي معه أضراراً ببليونات الدولارات، وحمل معه مياهاً عذبة مملوءة بالرمل. لقد انهمر خلال موسم الأمطار حوالي 27 مليون ميجاليتر من الأمطار تجمعت في البحر لتقلل من ملوحته. بما أن الأوضاع كانت تتفاقم، قررنا مراجعة الصور عبر الأقمار الصناعية، فرأينا أمواجاً آتية من الأنهر الرئيسية تمتد على آلاف الكيلومترات. إن قلة الملوحة وانتشار المياه المملوءة بالرمل كان لها الأثر المخرب على الأعشاب البحرية، وهي المصدر الرئيسي لغذاء السلاحف. إن لهذه الكارثة الطبيعية تبعات مخيفة كانخفاض كبير لمستوى الملوحة، والرمل الموجود في المياه يحد من وصول أشعة الشمس إلى المياه، وكذلك بعض الطاقة كالأمواج والتيارات التي كانت وليدة الإعصار، فقد اقتلعت الأعشاب البحرية من جذورها. إن رياحاً عاتية بسرعة 275 كيلومتراً بالساعة قد شكلت الأمواج الخطيرة التي اطلعت الأعشاب البحرية من قاعدتها الرملية في القاع. إن الأمطار السيلية ومياه الفيضانات تميع مياه المحيط وتدمر بالتالي المحيط المالح الذي تحتاجه الأعشاب البحرية للعيش، والرمل الحائم يحجب أشعة الشمس، وذلك يؤدي إلى تجويع الأعشاب البحرية. إن ثلاثية الأحداث هذه التي ضربت الأعشاب البحرية أدت إلى اختفائها لأن هذه الأعشاب عجزت عن التأقلم مع محيطها الجديد. وبما أن الأعشاب البحرية اختفت، فإن السلاحف باتت جائعة جدا. لقد أصبحت هزيلة وعرضة لهذه الحلقة المفرغة من الإرهاق والمرض، وفقدت قدرتها أكثر فأكثر على حماية نفسها من الالتهابات التي قد تأتيها من طفيليات كالبلهارسيا. عندما تصل السلاحف إلى الشاطئ تكون قد نفقت أو تنازع. لقد كانت هذه الحيوانات موجودة منذ 120 مليون سنة وكانت دائما تنجو، فقد نجت من العصر الجليدي ونجت من مراحل صعبة جدا، ولكن عن فرص نجاتها وتأقلمها مع هذه الأوضاع الجديدة، خاصة مع كل التغيرات المناخية المتوقعة، فهذا أمر نجهله. أقفلت القضية. أفريقيا الجنوبية، متنزه كروغر الوطني. في هذه الأرض الواسعة لقد كانت الحياة البرية تناضل وتزدهر لآلاف السنين. هذا المكان هو للصراع وللدراما وللعمالقة. يبدو أنها تراقبنا منذ زمن وهي تقف هنا، وعلى الرغم من أن كل شيء يتبدل حولها إلا أنها لا تتغير أبداً. هذه الشجرة الضخمة يعرفها الجميع على أنها شجرة الحياة. إنها ساحرة وهي رائعة فعلاً. لقد تعود الإنسان والحيوان على وجود هذه الشجرة. هي تعيش لمئات السنين، ويقول البعض إن البيلبابز الوافر هي أشجار تحفظ أرواح الأموات.
ولكن في متنزه كروجر هناك مشكلة كبيرة. إن هذه الأشجار الشاهدة على مرور الزمن والعين الحارسة للحياة البرية تخضع لهجوم عنيف، والسؤال هو من يهاجمها؟ سنوات إضافية كهذا الهجوم وستنهار هذه الشجرة. لا يمكننا أن أصدق ذلك. ينبغي القيام بتحقيق جذري لكشف النقاب عن السر الكامن وراء القاتل لهذه الشجرة. إن البيلبابز هي أشجار عملاقة، فبعضها يبلغ 25 متراً وعرضها 12 متراً. هي تؤمن الظل والمأوى لعدد من الحيوانات وللإنسان أيضاً. هذا جذع خاون. إن بعض أقدم هذه الأشجار قد أصبحت خاوية تقريباً من الداخل. عمرها يفوق 100 عام. إنها خالية ولكنها ما زالت تنمو. تعيش هذه الشجرة في عدد من البلدان الحارة، ولكنها في متنزه كروجر هنا في أفريقيا على وشك الانهيار. خلال بحثها عن الأدلة لاحظت ميشيل هوفماير أن هذه الأشجار تخضع لهجوم ما. لننظر إلى جذع الشجرة هذه، لقد تضرر كلياً وهو خال تماماً. قد تم إفراغه أيضاً من الجوانب، وها قد أصبح أمام عائق هيكلي، فهو أصبح ثقيلاً وقد يسبب بانهيار الشجرة. ما من شيء يمكنه أن يتحمل كل هذا الضرر الذي أصابه بجذعه. ينبغي على ميشيل أن تعثر على المسبب الرئيسي لهذه الجروح، وكل الأدلة تشير إلى عملاق آخر هنا في كروجر. هناك حيوان واحد فقط يمكنه أن يسبب كل هذا الضرر. مع وجود عدد قليل من المفترسين الطبيعيين، إن أعداد الفيلة في كروجر تتزايد. إن هذا التزايد لمقلق حقا في هذه المرحلة، لأننا لسنا معتادين على رؤية هذه الأعداد الهائلة من الفيلة. إن أثقل حيوان من الثدييات على الأرض يسرح ويمرح في الأدغال ويسبب ضرراً كبيراً لشجرات الحياة. يمكننا أن نرى أن هذه الفيلة قد مزقت هذا الجزء بنابها. إنها حيوانات مدمرة للغاية، هي تجرد الأشجار مما لديها وتسبب الفوضى بشكل عام. لا أصدق. إن المتخصصين بعلم الأشجار جرانت هيل وستيفن وودبورن يبحثان عن السبب الذي يجعل الفيلة تدمر الأشجار العملاقة التي يبدو وكأنها هنا منذ الأزل. بالكاد يمكنني التعرف عليها. إن البيلبابز يوجد في داخلها ملايين الألياف اللزجة، وعندما تموت هذه الشجرة تتحول إلى جبل عفن قابل للتحلل خلال أسابيع. وكأن أحدهم وضع الشجرة بقاطعة أشجار فيها الكثير من الماء، لدرجة أنه يمكنك أن تحضر كوب شاي. وجدا دليلاً. هذه الأشجار غنية بالمياه، فهي تحتبس المياه فيها وتعرف بخزانات المياه في هذه الأرض. في البداية لقد خلى الجميع أن الفيلة تأكل لب هذه الأشجار، إلا أن الصور الفوتوغرافية تظهر حقيقة مذهلة. إن الفيلة لا تهاجم هذه الشجرة بحثاً عن الطعام، بل هي تشرب من مائها أيضاً. الفيلة تأتي إلى هنا وتحدث ثقباً بأنيابها، وبعضها تبدأ بإزالة القشور وتمزيقها إلى قطع صغيرة. إن شجرة الحياة تحتوي تقريباً على ما يعادل 7500 لتر من الماء، أي إن 60% من حجمها هو من الماء، وهي عنصر حيوي أساسي لفيل عطشان في بلد حار. الفيل الواحد يستهلك يومياً بين 600 إلى 700 لتر من المياه. إن الفيلة قوية وأشجار الحياة أيضاً. يمكن للأشجار أن تشفى من هذه الجروح، ولكن عملية الشفاء قد تستغرق وقتاً طويلاً. نحن نتكلم عن آلاف السنين. إن الفيلة يتزايد عددها في هذه المنطقة في الوقت الذي تنخفض فيه أعداد أشجار الحياة، ولكن هناك سر غامض هنا. لا تموت الأشجار المعمرة فحسب هنا في كروجر، بل إن الأشجار الجديدة لا تكبر محلها.
بدأت ميشيل تتحرى عن آلاف الأشجار المعمرة في كروغر باحثة عن الأدلة. أبقيها على هذا المستوى؟ رائع، سأذهب إلى الجانب الآخر. هناك نموذج جديد يظهر، ليس هناك غياب للبراعم الجديدة فحسب، بل هناك عدد قليل جدا من الأشجار الفتية التي تنمو هنا. 17 مترا وعشرون سنتيمترا، إن هذه الشجرة ضخمة حقا. لقد كان الغموض سيد الموقف. ترى أشجار الحياة هذه؟ إنها أيقونات الحياة الموجودة في هذه المنطقة منذ الأزل، ولا نجد أشجارا صغيرة. إن هذا لغز حقيقي فعلا. قد تخفي هذه الأشجار سرا حقيقيا. إن حلقات النمو داخل شجرة الحياة هي بمثابة المعلومات الأساسية حول تاريخ هذه الأشجار، وهي توفر الدليل عن سبب عدم نمو الأشجار الجديدة، ولكن الوصول إلى لب الشجرة قد يتسبب بقتلها. إن العينات التي نحتاجها هي عينات كبيرة. هذه الطريقة قد تكون خطرة، خاصة إن استعملت على الأشجار الحية. وصل إلى ستيفان وغرانت خبر عاجل جديد أن شجرة أخرى معمرة قد ماتت. قد تعطيهما هذه الشجرة العينة التي يريدانها، ولكن يجب أن يتصرفا بسرعة كبيرة. ما إن تنهار لحاء الأشجار حتى تنهار الشجرة وتتكدس أوراقها بشكل سريع. عليهم أن يشرحوا الشجرة بسرعة قبل أن تتحلل. إن استطاعوا أن يصلوا إلى لب الشجرة وأن يفككوا المعلومات التي تأتي منها، فإن ذلك سيحتوي على معلومات كثيرة متعلقة بالأحوال الجوية. قد تكون هذه ظاهرة أولى علمية. يجب أن نصل إلى قلب الشجرة بسرعة. لقد تمت العملية بنجاح، ولكن ما هي المعلومات التي ستظهرها التحاليل؟ على بعد عدة أمتار اتخذت ميشيل منحا مختلفا من الأبحاث. هل من الممكن أن تكون قد توقفت الساعة البيولوجية لهذه الأشجار؟ فباشرت القيام بمجموعة من اختبارات الخصوبة. أخذت عينات من 1000 شجرة من مجموعة تضم حوالي 20,000. قد تكون بعض هذه البذور غير قابلة للحياة، بما معناه أنها تنتج الفاكهة ولكن البذور داخلها لا تتكاثر. فأخذنا هذه البذور وعدنا بها إلى الحاضنة وغسلناها ونظفناها وغمرناها بالمياه وزرعناها، وها هي تنمو فعلياً. إن شجرة البيلبابز لم تفقد خصوبتها. لقد زرعت أكبر عدد من البذور التي استطعت الحصول عليها، حوالي أكثر من 5,000 بذرة. ولكن هذه الأشجار الصغيرة هي بحالة عطش. إذن المشكلة تكمن بأن البذور لا تحصل على مياه كافية لتنبت، وعندما تنبت يجب أن تحصل على ترطيب بشكل متكرر. في المختبر وصل كل من غرانت وأستيفان إلى نتائج أيضاً. لدينا كتاب تاريخي يمكننا أن نختار المعلومات منه. إن البيلبابز هي كبسولة زمنية من الكوكب الماضي. إن هذه العينات من لبها الداخلي تفتح لنا نافذة على ما كانت عليه الحياة في كروغر منذ آلاف السنين. توجد في أنسجة الشجرة مواد كيماوية، ويمكننا أن نقيسها لنحدد نوع البيئة التي كانت هذه الأشجار تعيش فيها. لقد سجلت الشجرة نشرتها الجوية التاريخية الخاصة، وقد عثروا من خلال تحليلها على أدلة تشير إلى سبب هذه النهاية التعيسة. منذ آلاف السنين كان الطقس رطبا أكثر، وكانت البيئة مثالية لهذه الشجرة الشابة. إن كنا لا نرى هذه الأشجار الشابة اليوم، فذلك لأننا لم نوفر لها المعطيات البيئية الصحيحة التي كانت موجودة منذ آلاف السنين. إن أشجار البيلبابز تنبت في أحوال جوية رطبة، وكروغر في أيامنا الحالية هي حارة وجافة. إنها لحظة نافذة على الأحوال البيئية التي لم تعد تخدم وجود هذه الأشجار، وقد لا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه خلال أيامنا نحن. وفيما تقف الأشجار هنا وتنتظر المطر، تتكاثر الفيلة وتتزايد أعدادها. ها
هذه الأشجار العملاقة وهذه الثدييات الضخمة قد التقت وهي في حالة صراع دائم، إنه صراع البقاء. لقد أظهرت التحقيقات أن أشجار البيبابز قد تحدت كل اختبارات الأزمان، ولكن هل يمكنها أن تنجو من فيلة كروغر؟ الوقت كفيل بإظهار ذلك. أقفلت القضية.